واحنا اصلا يعني ايه فريكوينسي ريسبونس؟ الفكره كلها انت بيكون عندك ترانسفير فانكشن نسميها جي اوف اس مثلا في سيستم معين. الجول بتاعك او الهدف بتاعك تعمل ايه؟ انك انت تشوف الجهاز حضرتك مش هتظبط؟ لا الهدف بتاعي ايه؟ ان انا ادرس السيستم دوت او الترانسفير فانكشن ديت لما ادخلها ساينوسويدال او اللي هي حاجه بتتغير مع تحديدا ساينوسويدال يعني سواء ساين او كوزاين حاجه بالشكل ده. انت عايز تشوف بقى الاوتبوت بتاعه هيكون شكله عامل ازاي؟ فده بالنسبه لك الار اف اس، ده بالنسبه لك السي اف اس. الريشيو ما بين الاثنين ما بين السي اف اس على الار اف اس هنقسمه لحاجتين. ايه الحاجتين دول؟ او لاحظنا كذا حاجه. اول حاجه ان الريشيو ما بين الامبليتيود، لان خلي بالك انت دخلت لها ساين فانكشن هتخرج برضه ساين فانكشن. في ملحوظتين، اول ملحوظه ان الفريكونسي اوميجا اللي انت دخلت بيها هي نفسها الاوميجا اللي انت هتخرج بيها، فنفس الايه؟ الفريكونسي بتاعت الاوسيليشنز. فدي اول حاجه. تاني حاجه الريشيو ما بين الامبليتيود بتاع الاوتبوت على الانبوت بنسميه جين. فالجين دوت احنا عايزين ندرسه نشوف هو بيتوقف على ايه وبيتغير على اساس ايه. حاجه كمان الفيز انجل، لو انت بادئ الساين بالشكل دوت الاوتبوت بالنسبه لك مش شرط يبدا برضه من ايه؟ من نفس الحاجه، ممكن يبقى متشفت شويه. متشفت يعني في حاجه اسمها فيز شيفت. فاحنا هدفنا برضه الحاجه الثانيه نعمل ايه؟ ندرس الفيز شيفت ده قد ايه. حلو؟ لقينا حاجه ظريفه قوي، لقينا ان على حسب الفريكونسي الانبوت او اللي هي نفسها الاوتبوت الجين والفيز شيفت بيتغير. بيزيد او يقل. طب بنعبر عن التغير ده ازاي؟ بنرسم حاجه اسمها البول دايجرامز. ايه البول دايجرامز؟ انك انت بترسم تو جرافز. جراف للجين وجراف للفيز شيفت. الفيز شيفت ما بين ايه وايه؟ ما بين الاوتبوت والانبوت. وبنرسم الجرافز دي مع الفريكونسي. انا هشوف لو غيرت الفريكونسي بتاعة الساين اللي انا دخلتها الجين هيحصل له ايه والفيز شيفت هيحصل له ايه. بس لقينا ان الجين الكيرف بتاعه بيبان شكله غريب شويه، مش معقد قوي. فاتفقنا ان بدل ما هنرسم الجين زي ما هو كده هناخد هنرسم حاجه اسمها ديسيبل او بيزكلي كده هناخد لوج جين. فاللي بنرسمه هنا مش الجين، بنرسم حاجه ثانيه اسمها 20 لوج الجين، وده بيتقاس بالنسبه ماشي. ده حاجه شبيهه بالصوت. الناس ساعات تقول لك ايه الصوت ده مثلا 80 ديسيبل، الصوت ده 90 ديسيبل. يعني ايه الكلام دوت؟ معناها ان انا بقول ان قوه الصوت دوت بتتقاس كريشيو لحاجه ستاندرد 80 ديسيبل، والصوت ده كريشيو بالنسبه لحاجه ستاندرد 90 ديسيبل. بس في ملحوظه صغيره قوي لازم تاخد بالك منها. نفترض ان في واحد او صوت عندي هنا الديسيبل بتاعه 80، وفي صوت جنبه تاني صوت تاني 81. هل معنى ذلك ان قوه الصوتين قريبه جدا من بعض؟ لا. لما تزيد واحد في الديسيبل مش معناها انك انت ايه؟ يبقى الريشيو ما بين قوه الصوت هنا وقوه الصوت هنا 81 على 80، لا. لان خدت لوج. فممكن يكون الصوت ال 81 ديسيبل ده اعلى بكتير جدا من ال 80 ديسيبل. ماشي؟ دي حاجه تاخد بالك منها. وبنرسم الكلام ده مع ايه؟ مع الفريكونسي. الشكل اللي هيطلع لك على حسب بقى الترانسفير فانكشن بتاعت الجيو بس كان شكلها عامل ازاي؟ على سبيل المثال ممكن يبقى شكل عامل كده. الفيز شيفت كذلك
ممكن يطلع باي شكل. انت لما تدرس السيستم بتاعك بتقول ايه؟ تقول لو انا عندي فريكونسي معينه وليكن مثلا 10 راديان بير سكند، فانا هشوف الجين بتاعي كام؟ الريشيو ما بين الاوتبوت سيجنال والانبوت سيجنال كامبليتيود بكام؟ انت تقدر تعرف من الجود دايجرام من فوق. وعن طريق برضه نفس ال 10 راديان بير سكند تقدر تخش هنا تشوف الفيز شيفت قد ايه؟ تشوف فرق الفيز ما بين الاوت والانبوت كام؟ تمام؟ انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب انك انت لاي ترانسفير فانكشن جي اوف اس ترسم الجود دايجرام دي. خدنا طريقه قبل كده في السكشن ايه؟ ازاي ترسم؟ انك انت تشيل كل اس جوه الجي دي اس وتحط ايه؟ الجي او اي. وتحاول توصلها عشان في الاخر توصل للصوره دي. الجيم بيكتبوه ساعات بطريقه ثانيه بيكتبوه بالطريقه دي. انك في الاخر بتعمل ايه؟ بتشيل يبقى عندك جي اوف اس بتكتبها على شكل بتشيل كل اس وتحط جي او اي. يطلع لك في الاخر هنا رقم كومبلكس راكب كبير قوي كده. الحاجه الوحيده الفاليبل اللي فيها الاوميجا. تقعد تبسط فيه تبسط فيه وتشيل وتحط وتضرب في كونجكت ومش عارف ايه عشان في الاخر يطلع لك على صيغه ايه؟ يطلع لك على صيغه جزء ريال عباره عن اوميجا مش عارف زائد ايه زائد ايه شويه حاجات مضروبه في اوميجا بلس جي وجزء ايماجينري ده برضه اوميجا في شويه حاجات وشويه حاجات في اوميجا. تمام؟ وتقول بعدها ايه؟ خلاص الجيم بالنسبه لك الجيم بالنسبه لك هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن روت. يبقى بالنسبه لك الجيم هو عباره عن روت جزء الريال سكوير بلس جزء الايماجينري سكوير. انت كده جبت الجيم بالنسبه لك. طب فيز شيفت هيبقى عباره عن ايه؟ فيز شيفت هيبقى عبارة عن تان انفرس الجزء الماجنري على الجزء الريال. الطريقة سيستماتيك وجنرال تنفع لأي ترانسفير فانكشن. مشكلتها هي إن هي طويلة في بعض المسائل ممكن تطول منك قوي. فقالوا إيه خلاص إحنا عايزين طريقة أسهل شوية وأسرع شوية نقدر نرسم بيها الجين والفيز شيفت دايجرامز حتى لو مش دقيقة قوي. حاجه بتديني بس كده ابلكيشن لشكل الايه؟ الجول دايجرام عامل ازاي؟ لو عايز ارسمها بدقه ارجع للايه؟ للطريقه الاصل. قال لك ايه بقى؟ في ستبس كده معينه بتمشي عليها. حد عايز حاجه على الدور؟ Thank you.
ماشي، فلازم تبقى كويس في الدرجه الاولى فوق وتحت او كونستنت كده. تقدر تستعمل الطريقه لو تعرف لو جالك حاجه مثلا سكند اوردر وتعرف تفصلها تعمل تحليل وتقسمها على قوسين اعمل كده. فدي لازم تتحل بالشكل ده. طيب فدي اول خطوه بالنسبه لي، لازم تكتب مثال على السيره. تاني حاجه بنعمل الجدول، جدول ايام دي شرح من الحضر بس. طيب الجدول ده ايه؟ انك انت بتقول عندك ترانسفير فانكشن وعايز تشوف حاجات تانية معاك. الفكرة كلها في ايه؟ احنا خدنا قبل كده بلوك ديجرامز، قلت لك لو انت عندك كذا بلوك مع بعضها لو عايز تشيل البلوكات اللي ورا بعضها دي تحط بلوك واحد تعمل ايه؟ دي الحاصل الضرب. احنا هنا عايزين نعمل العكس. انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان البلوكة الكبيرة اللي هي شكلها عامل كده عايز اقسمها لبلوكات صغيرة. طب لو انا عايز اقسم البلوكة الكبيرة دي لبلوكات صغيرة اقدر اقسمها ازاي؟ تقدر تقول ان في بلوكة قيمة 10 وفي بلوكة قيمة 1 على اس بلس 10 وفي بلوكة قيمة 1 على اس بلس ايه؟ 1. يبقى انت قسمت ترانسفير فانكشن كبيرة لثلاث بلوكات صغيرة وهشتغل على كل واحدة لوحدها. ليه الكلام دوت؟ بص يا سيدي، فاكر لما كنا بنقول عشان نجيب الفيز والجين كنا بنقول ايه؟ تشيل كل الناس وتحط جي اول صح؟ وفي الاخر بتوصل لغايه المقارنة. جين وفيز شغل. طب ما انت ليه تعمل المسألة الكبيرة دي كلها على بعضها مرة واحدة؟ انت ممكن تشتغل على كل واحدة صغيرة تجيب لها الجين بتاعها والفيز شغل بتاعها وفي الاخر تجمعهم مع بعض تضربهم في بعض. من الاخر تضرب الجين بتاع كل واحده في بعضها فيطلع لك من الاخر الجين التوتال بكام. وتضرب وتجمع او تطرح على حسب الاشاره الفيس شيفت بتاع كل واحده من دول فيطلع لك الفيس شيفت التوتال بكام. كانك بتقسم المساله دي بنسميها قبل كده ايه؟ فتحت بشكل تاني قبل كده حاجه اسمها السوبر بوزيشن. بنقسم البلوكات الصغيره تحل كل بلوك صغير بتاع في الاخر تجمع كله مع بعض. وده الجول بتاعنا. فانا بدل ما احل الترانسفير فانكشن كبيره اقسمها لترانسفير فانكشنز صغيره. طيب الترانسفير فانكشنز الصغيره بالنسبه لنا هتبقى عباره عن 10 واحد على اس بلس 10 وواحد على اس بلس 10 قسمت على 10 تمام. بعد كده عايز اعمل ايه؟ في بقى assumption كده ممكن تستنتجه على طول. لو انا خدت اول transfer function مثلا دي ان جي 1 دي اس قلت ان هي عباره عن 1 على اس بلس 10 ماشي. لو انا عايز اجيب الجين والفيس شيفت بتاعها اقول ايه؟ اقعد على جي 1 جي اوميجا بيساوي 1 على جي اوميجا بلس 10 صح؟ في ملحوظه بقى ايه؟ لو كانت الاوميجا اقل من 10 بكتير فتلاحظ ان الجين لما تيجي تجرب اعملها بالتالي فتلاقي ان الجين عندك لو اوميجا اقل من 10 تلاحظ ان الجين عندك تقريبا يساوي انك انت بتنسى كان ما فيش جي اوميجا فالجين تقريبا بيساوي 11 حين ان لو اوميجا اكبر من 10 فالجين تقريبا بيساوي 1 على 10 معنى ليه؟ اوميجا ده ابروكسيميشن هل بيطلع بالظبط كده؟ لا بس جربها على الاقل هتلاقي ان الكلام ده منطقي شويه. لو انت ازيد من 10 بكتير فانت تقريبا دي واحده على لو الاوميجا اقل من 10 بكتير واحد او اثنين او ثلاثه تلاقي ان تقريبا الجيم بيطلع ايه؟ واحد على 10 اللي هو الرقم اللي جنبه.
ماشي؟ طيب فلا ترانسميشن لطيف، يبقى احنا ايه؟ يبقى انا ممكن اقسم، انا عشان ارسم البول دايجرام فانا برسمه معقولة. انا بدل ما ارسم الكيرف كله على بعضه انا ممكن اقسمه لحتت وارسم كل حته لوحدها. طب اقسمه على حته على اساس ان في فريكونسي معينه ترانسفير فانكشن دي واحد دي قبلها كانت قيمه وبعدها كانت قيمه ثانيه. بنقدر استفيد من الموضوع ده، بنسمي دي كريتيكال فريكونسي او ده اسم ثاني بنسميها لو فريكونسي مش عارف ميد فريكونسي ولا كده. بغض النظر عن التسميه بس انا هدفي كله ايه؟ اجيب الارقام اللي عندها فانكشنز بتتغير. انا عندي كام رقم هنا؟ انت عندي دي هتطلع لي رقم اللي هو ال 10 زي ما شفنا، ودي هتطلع لي رقم اللي هو كام؟ اللي هو 1. انا عندي بس رقمين هنا، عندي 1 وعندي 10. قبل ال 1 الفانكشن دي هيبقى لها قيمة وبعد الواحد ليها قيمة تانية. ال 10 قبل ال 10 الفانكشن دي هيبقى لها قيمة وبعد ال 10 الفانكشن دي هيبقى لها قيمة تانية. ماشي؟ خد بالك بس ان انا هنا بقول ده قيمة الجين، لكن لما بنرسم هنا مع الواي اكسس كنا بنرسم هنا ايه؟ 20 لوج الجين. تاخد بالك من النقطة دي. ماشي؟ طيب يبقى في التيبل عندي هنا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اكتب الكلام ده اكتبه الاول عشان اعرف اقسمه بعد كده. هتقول ايه؟ انا عندي ريجن اولانيه الاوميجا فيها اقل من 1، وعندي ريجن ثانيه الاوميجا فيها ما بين 1 وما بين 10، وعندي ريجن ثالثه الاوميجا فيها اكبر من 10. انا كده عندي ثلاثه ريجنز بس. ماشي؟ عايز اشوف بقى كل ترانسفير فانكشن من دول قيمتها ايه في كل ريجن. بالنسبه لك لما يكون كونستانت فالكونستانت بينزل زي ما هو ما بيتغيرش، لان هو قيمته ثابته بغض النظر عن ايه؟ ايا كان انت الاوميجا بكام. فبالنسبه لي هيبقى هنا 10 وهنا 10 وهنا 10. بس تاني خد بالك انت بتكتب دايما على الواي اكسس دي بالديسيبل، يعني 20 لوج الجين. فانت عشان ما تتلخبطش لما تيجي تكتب هنا ارجوك ما تكتبش القيمه، اكتب الديسيبل على طول. احنا مش عايزين نكتب 10، عايزين نكتب ايه؟ 20 لوج ال 10. 20 لوج ال 10 يطلع بكام؟ 20 في مشكلة كده؟ طيب نيجي على اللي بعدها. احنا اتفقنا لو الفريكونسي اقل من 10 القيمة هتبقى بكام؟ 10. طيب لوج الواحدة على 10 بكام؟ 823 سالب 1 1 على 10 اللي هي 10 سالب 1. لما تيجي تاخد لها لوج تاخد البار بتاع 10 يطلع لك كام؟ 1. تضربها في 20 تبقى كام؟ 123 سالب 20. طيب يبقى سالب 20. طب لو انت اقل برضه من ال 10 اكبر من 1 بس اقل من 10 ستيل بالنسبه لك ايه؟ انت كده برضه اقل من 10 بالنسبه لك برضه هتبقى نيجاتيف 20 ديسيبل. تمام؟ طب لو انت ازيد من 10 هيبقى ساعتها بكام؟ هيبقى واحد على الاوميجا. بس ما تنساش ان ده ايه؟ الجين. مش عايزين الجين، عايزين ايه؟ ديسيبل. طيب بس انا مش عارف الاوميجا بكام، طب اعملها ازاي؟ ساعتها بنكتبها بصيغه ثانيه. ايه الصيغه الثانيه اللي بنكتبها بيها؟ هتفرق في الاخر وانت بتجيب يعني عايزين نعمل التجميع. هو محتاج ياخد باله هو ايه اللي كان في البسط وايه اللي كان في المقام.
انا بالنسبه لي هنا لا على طول ايه اجمع على طول اجمع بس انما هو ايه لازم ياخد بالك اجمع ايه ويطرح ايه ماشي طيب بس بس طيب اه مين يكون جاب 20 كده 10 لو الاوميجا اكبر من الرقم دوت يبقى ساعتها واحده غلط لو الاوميجا اقل من الرقم دوت يبقى ساعتها ايه واحده على غلط فده كده عايزين نسميه اوميجا كريتيكال بالنسبه دي كريتيكال فاليو يعني مثلا اي فانكشن اي فانكشن من الدرجه دي بالشكل ده هو انا لو خليتها اس زي 10 عامل هي هيبقى الاثنين برضه 10 هيبقى نفس الرول بس بدل واحده 10 تبقى 10 بس هتلخبط نفسك هناك هتثبت في زين حاجه معينه انا شخصيا برتاح لما ايه من الاول بكتبها واحده 10 عشان ما تلخبطش عشان اجي قدام بعد كده اجمع على طول بنيجي قدام هتشوف فين اللخبطه ماشي طيب فكره بقى في انت في واحد على الاوميجا دي انا مش عايز واحد على الاوميجا انا عايز اجيب الديسيمال بتاعه فبنعمل حركه لطيفه شويه بنقول ايه واحد على الاوميجا دي معناها ايه معناها كل ما الاوميجا تزيد كل ما الجين هيحصل له ايه الجين على بعض هيحصل له ايه هيقل طب انا عايز اجيب هو هيقل القيمة دي فانت بتقول ايه؟ بنقول حاجة اسمها الديكيت ان اوميجا يعني ايه الديكيت ان اوميجا؟ معناها ان اوميجا زادت بقى 10 اضعاف الديسيبل او الجين هيحصل له ماشي؟ انا عايز ازود اوميجا تبقى 10 اضعاف طيب لما تجيب تحط هنا يعني خلينا نكتبها بالفور المتوسط عشان وانت عندك الاوميجا نفترض ان هي كانت واحد طيب بعد كده ب 10 الجين كام بكام وهي بكام؟ كام واحد بقى كام؟ واحد على 10 صح طب لو عايز اجيب الديسبل بتاع الجين ده بقول ايه؟ الجين كان من الاول بكام؟ لوجا الواحد بكام؟ زيرو زيرو 20 في زيرو كام؟ زيرو زيرو كان زيرو ديسبل طب هنا بيبقى بكام؟ ماينس 1 في 20 ماينس 20 ماينس 20 تاني بقول لك ايه؟ ان الاوميجا لو زادت في 10 اضعافها الديسبل بيحصل له ايه؟ بيقل 20 يبقى كاني بقول لك الكلام ده ايكوفلنت ايه؟ ان السلوب بتاع لو انت جيت ترسم الفوت جرام الاوميجا هات دي 1 وده 10 انت لو القيمه عندك هنا مثلا افترض ان هي 30 ديسيبل انت لما تزيد 10 اضعاف الرقم هيقل الرقم بقيمه كام؟ 20 ديسيبل يبقى هنا كام؟ 10 10 ديسيبل خط ينزل تحت يبقى معنى الكلام ده ايه؟ عشان مش كل مره تروح تعمل الحوار ده انك انت اول ما تشوف واحد على اوميجا شيلها وتحط ايه؟ تقول خلاص يبقى ده معناه ان هو بيقل 20 ديسيبل على الديكيت يعني ايه الديكيت ديت؟ معناها ان الاوميجا ويل ديكريز باي او مش شرط ديكريز ويل تشينج يعني باي فاكتور انت لو زودت الاوميجا فاكتور في 10 او ضربتها في 10 هيقل 20 نسبه لو قللت الاوميجا بفاكتور في 10 قسمتها على 10 الديسيبل اللي هيحصل له ايه؟ هيزيد 20 يبقى انت اول ما تشوف احلى الاوميجا تحط نيجاتيف 20 ديسيبل على الديجيت عشان نشوف ده هينفعنا فين دلوقتي ما جابهاش ليه عند 100 مش ما جابهاش ليه عند 100 ونص مثلا يعني ايه 100؟ عند اوميجا تساوي 100
ماشي هو الكونديشن ده بيتحقق امتى؟ عند اي اوميجا ازيد من 10 بتدفعك في 100 بتدفعك في 1000 بتدفعك في 10000 بتدفعك في اي اوميجا برضه ماشي؟ طيب عايزين نعمل اخر ترانسفير فانكشن طب دي انا بقى ازاي بقى؟ هقول لك هقول لو انا اقل من واحد هبقى بكام؟ هبقى بواحد لوج الواحد بزيرو انا بزيرو نزل طيب لو انا ازيد من الواحد بس اقل من 10 مش فارق معايا 10 اصلا لو انا ازيد من الواحد بقيت نيجاتيف اما ازيد من الواحد يبقى واحد على اوميجا يبقى على طول نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي دي هتبقى زي على طول مجرد ما قلبت نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي يبقى اللي بعد كله هيبقى نيجاتيف 20 ديسيبل على لا مش ثابته في اي مساله على حسب ايه؟ حسب الارقام اللي عندك هنا وخلي بالك ممكن يكون عندك رقم فوق برضه هناخد اكزامبلز ده ماشي؟ انا ليه كتبت هنا واحد وعشرة عشان عندي هنا واحد وعشرة لو كان عندي هنا اثنين وخمسه يبقى اثنين وخمسه حسب الارقام اللي هنا حسب الرقم اللي فوق برضه لو في اس سكوير لو في اس سكوير لازم تحلله بس تكون براكتس هنا من فيرست دي اوفرول بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ ولو براكت مثلا اس ماينس 3 اس ماينس 3 اس ماينس 3 مش هو ده بالظبط انا اصلا اس ماينس 3 مش اكزيست عندك في السيستم لان هي ماينس 3 من البدايه مش هي ساعتها مش هيدخل لك يطلع لك نفس البراكت ماشي؟ لان اس ماينس 3 يطلع لك نوت فين؟ اليمين اليمين بيبقى ايه؟ ماينس 3 Unstable systems دي diverge. مش حلو. عايزين بقى نشوف الاوفرول، طب الاوفرول كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنقول هنجيب حاصل ضرب الجينز في بعضها. بس انت الجينز عندك هنا بتنزل. يعني انت خليها لوجيك. انا استفيد من الموضوع دوت. استفيد حاجة لطيفة. انت لو عندك عايز تجيب الاوفرول جين بتقول هو عباره عن ايه؟ عباره عن الجين الاولاني حصل مضروب في الجين الثاني مضروب في الجين الثالث طيب لو احنا عايزين نجيب الاوفرول جين من الديسيبل كنا هنقول ايه؟ يبقى 20 لوك هي بس نكتبها برانس جي سمول بس جي ده كده الاوفرول ساعتها لو عايز اجيب الاوفرول دوت بس متخيل دلوقتي هعمل ايه؟ الكوفلنت ان اعمل ايه؟ الكوفلنت ان اخد لوج كل الكلام ده صح؟ يبقى 20 لوج لجي 1 جي 2 جي 3 طب ده الكوفلنت لمين؟ ان انا طالما مضروب جوه اللوك يبقى ينفع اطلعه واجمع اللوكات يعني يقول ده عباره عن ده ايكوفلنت 20 لوك جي 1 زائد 20 لوك جي 2 زائد 20 لوك جي 3 معنى الكلام ده ايه؟ معناه انك عشان تجيب الاوفرول جين بتاع الترانسفير فانكشنز دي كلها انت بتجمع الاسم طيب انا لو جمعت الديسيبلز هنا هيطلع بكام؟ زيرو زيرو ديسيبل معناها ايه؟ معناها الجين زيرو ديسيبل طول ما الاوميجا اقل من واحد طب اقل من واحد ينفع تبقى السالب اصلا؟ لا فمن زيرو لواحد تبقى زيرو ديسيبل لازم نبدا الدرس كده لوك
بيكون له بسكيل فبيكتب على شكل 10 اس 0 وهنا ده يبقى 10 اس 1 ازاي السكيل شكله غريب شويه السكيل مش المسافات بينه ومش متساويه وانا لو رقم عندي ما بين هتعمل ايه بقى لو انت الرقم مثلا عندك كام 3 بس 3 فين على السكيل دوت اول حاجه هنشوف اقل حاجه اقرب حاجه للثلاثه لو هتمسك في العشرات يعني لو انت مثلا بتتكلم على ثلاثه ثلاثه دي اقرب ليها رقم ليها 10 اس كام 10 اس 0 لان 10 اس 0 دي كام؟ واحد فانت الثلاثه دي قريبه من واحد فانت هتروح اول حاجه ل 10 اس 0 فين 10 اس 0؟ وتتحرك دي كده بالنسبه لك واحد الشرطه اللي بعدها كام؟ اثنين والشرطه اللي بعدها كام؟ ثلاثه طب لو انا 300 اقرب حاجه ل 300 كام؟ مش عندك 300 اقرب حاجه ليك هي ال 100 اللي هي 10 اس كام؟ 10 اس 2 فانت هتروح تشوف 10 اس 2 فين؟ فلو دي كانت 10 اس 2 دي بالنسبة لك كام؟ 100 الشرطة اللي عليها كام؟ 200 الشرطة اللي عليها كام؟ 300 فدي كده 300 أصلا فدي الطريقة اللي أنا بخش بيها باللوكس دي بس نرجع لمسألتنا دي كانت 10 أس 0 دي 10 أس 1 يعني ده 1 وده 10 يعني الفريكونسي 1 وده 10 طيب احنا اتفقنا قبل الواحد كان الجيم بكام؟ الديسيبل كان زيرو ديسيبل انا لو ده زيرو بالنسبه لي انا طول ما انا اقل من ده هبقى بايه؟ في مسافه في متر سكند ماشي؟ تعالوا نشوف اللي بعده اللي بعده هيبقى ايه؟ اللي بعده هيبقى زيرو بس بايه؟ في عندي سلوب هنا في عندي مشكله هنا طالما في عندك سلوب يبقى اكتب كده هنا ده كده هيبقى عندي سلوب وقيمه نيجاتيف 20 ديسيبل معناها ان تقسمه ازاي هنا بقى معناها انك شوف الزون دي بدات من فين بدات عندي من واحد وامشي 10 شرط انا بدات بالشرط كام هنا 10 اس 0 بعد 10 شرط هوصل لفين 10 10 اس 1 وانزل 20 ديسيبل فانا كان عندي هنا كام زيرو زيرو هنزل لكام؟ نيجاتيف 20 هنزل لنيجاتيف 20 ديسيبل يقابل الخط ده كام؟ نيجاتيف 20 ديسيبل على ماشي؟ الزيرو ده جه من هنا من اول كولوم وانا ما عنديش في الارقام دي كلها ستوبس فانا هجمعها على طول فانت هتجمع ال 20 نيجاتيف 20 الزيرو يطلع كام؟ طب اللي بعده انا عندي هنا ارقام بس عندي هنا سلوب طالما عندك ارقام وسلوب سيبك من الارقام ركز على السلوب فالسلوب هيبقى كام؟ نيجاتيف 20 ديسيبل بير ديكتر يبقى انت لما تمشي 10 شرط هتقل 20 ديسيبل فانت بدات من زيرو وبعد 10 شرط هتبقى كام؟ نيجاتيف 20 طيب اللي بعد كده عندك ارقام بس عندك 2 سلوبس المره دي لما تيجي تجمع جمع السلوبس مالكش دعوه بالارقام فكك من الارقام طب السلوبس لما تجمعها هيبقى كام؟ نيجاتيف 40 ديسيبل انت دائما النقطه دي اللي انت وصلت لها خلاص اللي بعد كده لما تمشي 10 شرط يعني بعد ما اوصل ل 10 20 طب وصلت لكام في الديسيبل؟ نزل 40 من الايه؟ من النيجاتيف 20 فتنزل الخط الحالي انت شويه والرقم هنا كام؟ نيجاتيف 60 ديسيبل انت كده يعتبر ايه؟ خلصت الجزء يا جماعه فاضل لك بس خطوه اخيره اللي هي الخطوط اللي انت رسمتها ديت دي كلها خطوط تقريبيه او بمعنى اخر تقاربيه في السنتر
فانت اللاين بقى لو انت رسمته بطريقه اصليه بطريقه جنرال رسمته بدقه شديده جدا هيبقى بيقرب من الخطوط دي يعني مش هيمشي على الخطوط دي بالظبط بس هي بشكل عام فيبقى قريب منها يمشي جنبها فدي بنسميها السيمتوتيك ميثود. حد عنده سؤال؟ لا الارقام اللي احنا الارقام اللي سجلناها دي ممكن تستعملها انك انت تجيب النقط ديت بس انت اوريدي معاك النقطه دي من اللي قبلها انت تعمل لك مشكله هتقول لي المساله دي حد بس مش فاهم المساله دي؟ انا عندي سؤال ايه في كوارتيرس في رسمتين؟ طيب وفي رسمه بتثبت دي عشان انت عملت ابروكسيميشن ايه الابروكسيميشن بتاعك؟ انك قلت لو اوميجا اقل من 10 يبقى القيمه كذا بالظبط فانت ده اسامبشن عملتها مش اسامبت ابروكسيميشن انت عملتها طب هل فعلا القيمه بتطلع كده؟ قريبه من كده بس مش كده فالاسود ده اللي هو تقريبا بكام؟ الاحمر ده اللي هو فعلا بكام؟ الاحمر ده يتقسم ازاي؟ ملوش غير طريقه واحده بس انت تحل بطريقه جدا في ملحوظه بقى انا مش لازم مش شرط احل بطريقه جنرال عشان يجيب الكيرف كله ده بيهمك ايه؟ بيهمك تحديدا عن الحته ديت الكيرف هيغير شكله ازاي؟ فانت ممكن تحل بالطريقه الجنرال بس مش يعني ما تبداش على طول من ايه؟ اوميجا دي مجهول وتقعد تبسط تعوض بيها على طول برقم تعوض بيها برقم كام؟ اللي يهمك اللي هو الواحد والعشره فتجيب على طول منها الجيم بكام؟ خطوه واحده على طول على بتعرف الرقم هنا بتثبت كام بالظبط والرقم هنا بتثبت كام بالظبط تلاقي قريب جدا من الرقم ده هتلاقي فرق مثلا 3 4 ديسيمال الجيم مارجن مثلا دي حاجه لها علاقه بالمشروع الجيم مارجن بيبقى ليه مثلا رقم معين هنتكلم عنه في اخر السيشن بس الجيم مارجن لما نجي نوصل ماشي ممكن يبقى المارجن Gracias.
بقاله وقت قوي. كان في عمود رابع في الجدول لسه مش العيال قاعدين يزنوا قال لهم اي حاجه خالص لسه مش عارفين ماشي ركز عليه. كنا بنتكلم بس على الجيم مارجن. ركز معايا في الجيم مارجن دلوقتي. ده سهل جيم مارجن اللي هو الجيم جدول الجيم ده بنصحى تاني. ده سهل هنجيبه كده. عايزين نحل نفس المساله دي لو كان في اس في الاول. ركز بقى عشان الجيم ما اظنش انها موجوده في الخط بس دي ممكن مش مهندس. لو في ثلاثة أكاديميس. لو إيه؟ لو في ثلاثة مثلاً جوه الكورس مطلوبة في الإس. ثلاثة مطلوبة في الإس؟ يعني حاول ده دايماً يكون الإس ماشي؟ طيب لو كان في الإس في الأول، الإس في الأول دي بنسميها إنتجريتور. لو رجعت للبلس رولز هتعرف هي ليه إنتجريتور عشان أصلاً هي عبارة عن إنتجريشن في الإيه؟ في الفريكونت في التايم دومين. بس مش موضوعنا دلوقتي. دي هي الجي او اي جي كنترولر اللي هو الجزء الاول بالمناسبه مش موضوعنا دلوقتي. في عندي لسه في الاول خالص ماشي. احل المساله دي ازاي لو كان في لسه في الاول؟ بدايه ان احنا بدانا كله ايه؟ خلاص ما بقاش معنى عايزين نرسم واحد جديد. طيب اللي فوق دول كلهم مش هيختلفوا حاجه لان هم نفس الارقام اللي عندي. اللي هيزيد بس ان هيزيد عندي ايه؟ ترانسفير فانكشن جديده اسمها اس. مشكله الاس ايه بقى؟ اس ولا اس ولا واحده على اس. يبقى عندي واحده على اس. ايه مشكله الواحده على اس دي؟ ها؟ ان هي اي قيمه فريكونسي بتطلع لي واحده على اي قيمه للفريكونسي بتطلع لي سكور. بلاقي الرقم ده هنا نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي. نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي. نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي. فالثلاث خانات اللي تحت الخانه بتاعت المبروده اهي الثلاثه هتكتب فيهم ايه؟ انا هتكتب الاسلوب وهيبقى قيمته بكام؟ نيجاتيف 20. نيجاتيف 20 ديسيبل على الديكي. هنا هتكتب الاسلوب بكام؟ نيجاتيف 40. 20 و 20 الاسلوب نيجاتيف 40 ديسيبل على الديكي. واخر واحده نيجاتيف 60 ديسيبل على الديكي. فانت عندك ثلاثه سلوبس. انا لما عاوز ارسم الخط ده كده البين اهو ده كده البوينت. انا معايا سلوبس بس معايش نقطه ابدا منها. حل المساله دي ازاي؟ بص بقى انت اول فريكونسي كريتيكال عندي كانت كام؟ كانت واحد صح؟ طيب عندها الديسبلز كان شكلها عامل ازاي؟ عندها عند الواحد ايه؟ تعال نشوف دي كده اصلا كانت ايه؟ ال 10 دي كده ايه؟ عند الاوميجا تساوي ايه؟ ادي الترانسفير فانكشن وادي الجين. ال 10 دي الجين هيكون رقم سيبك من الديسبلز. الجيم برقم هيبقى كام؟ 10 بالناس الرقم زي ما هو. طيب الواحد على اس بلس 10 هيبقى الجيم بكام؟ برقم 10. طيب الواحد على اس بلس 1 الجيم برقم هيبقى كام؟ واحد على اوميجا. انت على ايه؟ على ما بين ده وما بين ده. انت هتبقى واحد على اوميجا. اخر واحد هيبقى كام؟ واحد على اس. هنا هتبقى كام؟ واحد على اوميجا. طيب عشان نجيب الاوفرول جيم كنا بنقول ايه؟ نضرب الارقام دي كلها ببعض. لما تضرب الارقام دي كلها ببعض هيطلع لك كام؟ واحد على اوميجا. واحد على اوميجا سكوير صح؟ الكلام ده كله عند اوميجا بكام؟ اوميجا بواحد. اوميجا بتساوي واحد. لما تعوض هنا اوميجا بتساوي واحد يبقى الجيم بكام؟ واحد. الجيم يطلع بواحد. ديسبل بتاعه يبقى كام؟ زيرو. 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 انت عرفت؟ زيرو. 10 اس 1. انت عرفت عند ال 10 اس 0 اللي هي اوميجا بواحد عرفت الرقم بكام؟ بزيرو. بزيرو. ودي نقطة لازم تتحرك منها. بس الناس بتعرف الخطوط بتاعتها بنرسمها ازاي؟ ارسم الخط ناحيه الشمال ده. الخط ناحيه الشمال انت
لما تقل برضه في خط بعد 10 سالب لما تقل من الخط ده للخط ده الديسم اللي هيحصل له ايه؟ هيزيد 20 هيبقى كام؟ 20 سالب. طب بعد كده هي بس مين نسيبه مش عشان نفسه كده 20 انا كده رسمت الخط ده. طب اللي بعد كده بينزل بقيمه كام؟ 40 واللي بعده 60 بينزل بقيمه 60 فدي هتبقى كام؟ 40 نسبه 40 واللي بعده هنزل كام؟ هنزل 60 كمان بدايه كام؟ 40 هنزل على نيجاتيف 40 هنزل 60 كمان يبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 100 الخط بتاعي مش هيطلع عامل ازاي؟ مش هيطلع هنا بيطلع من فوق وهنا بينزل لتحت عمره ما بيسقط على قيمه معينه تمام؟ لو عايز تلاقي بالظبط عايز اجيب القيمه اللي هنا كام بالظبط والقيمه اللي هنا كام بالظبط اعمل ايه؟ ترجع للمسألة الأصلية اللي هي ديت تشيل الاس وتحط جي اوميجا وتعوض على الاوميجا بأرقام على طول قبل ما تبص عشان تسهل على نفسك تعوض على الاوميجا الواحد وتحطها على الثاني وتعمل ايه؟ يطلع لك على طول جين وفيز زي ما هو نفس الشيء تعوض عن الاوميجا عن الاوميجا ب 10 تعملها على الاقل تعمل اكبر تطلع الجين والفيز شيفت زي ما هو نفس السكشن برضه ويطلع بأرقام على طول انا كده عرفت الجين بكام عند الارقام دي اكزاكت فاليو انا عرفت الخط ماشي فين بالظبط انا ماسك الخط هعرف ارسم الخط ده هو العصر بتاع السلايفات اللي احنا بنقولها كده بس بنعطيها في الديسك ليه؟ انت بتقول ان انا لما بتحرك 10 شرط فانا بقل كام؟ بقل 20 طب لو اتحركت ناحيه اليمين بقل لو اتحركت الشمال بزيد طب 10 شرط اللي هي ايه؟ اللي هو لو انا بادئ على 10 اس 0 بتحرك 10 شرط تحت الشمال يبقى 10 سالب بالمناسبة لو كنت بتحرك من الشرطة اللي بعد 10 اس 0 بعمل ايه؟ بتحرك لغاية الشرطة اللي بعد 10 اس 0 طب وليه سبتها 20 قبل 10 اس 0 انا ما سبتهاش 20 اللي قلت ان الخط اللي هرسمه بين النقطتين دول النقطة دي عند عند 20 النقطة دي عند 0 فهو خط تاني مش خط فوق وهو الثاني ده بقى هيعمل ايه؟ يفضل مكمل طرفه. واحد على ايه؟ جبتها ازاي؟ ان انا قلت عند الاوميجا بتساوي واحد. اللي هو ده. نفس فكره ما انت عملت ده بس ما بتاخدش الريسك. فانت قلت ساعتها ايه؟ ان ال 10 هتنزل 10 زي ما هي هتبقى كونستنت. الواحد على الريسك بلس 10 ان الاوميجا اقل من 10. فيبقى الجين عباره عن ايه؟ 1 على 10. الاس 1 على الاس بلس 1. مش فارق على فكره لو عايز تاخدها واحد على واحد او عايز تاخدها واحد على اوميجا هي هي ليه؟ هو واحد على اوميجا وانت اوميجا عندك واحد هي هي فمش فارق بس حطيتها واحد على اوميجا او حطيتها واحد على واحد هي هي طب اخر واحده واحد على الاس اللي عامله لي المشكله اصلا دي كلها تبقى ايه؟ واحد على اوميجا تضرب في بعض كله بيطلع لك واحد على اوميجا سكوير تعوض الاوميجا اللي انت بتحسب عندها اصلا يطلع لك الجيم بالرقم ده بتعمل الحركه دي كلها دايما فين بتعملها؟ اسهل مكان تعملها فيه تعملها على اول رقم ده طب تعملها امتى؟ لما يظهر عندك هنا واحده على اس لو مش ظهر عندك واحده على اس زي المساله اللي قبلها موضوع السيستمات سهل احنا عندنا سؤال لا باشمهندس احنا ليه عملنا ناقص ان ديسك مش ايوه ليه اللي بقول هنا ناقص ان ديسك ناقص هنا ناقص 60 ناقص 60 ديسك اللي عند ذكر ده سلوب برضه لا انا قصدي مش لو جمعنا الارقام كلها مش تاني ده رقم ده سلوب ده سلوب ده سلوب ما تجمعش رقم على سلوب مجرد ما تشوف السلوبس انسى الرقم وركز على السلوبس حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ تعملها عشان تجيب نقطه تتحرك بيها انت دايما السلوبس بتاعك تتحرك بيها بس تستلم نقطه معينه جبت فيها النقطة دي. الكلام ده هنا واحدة على الاس. هنا عندك واحدة على الاس. هنا مش شايفها هنا فوق.
اي مساله ثانيه عن هذا بتاعه والرسمه بتاعته. بص معايا.
زيد عليه حاجه بسيطه. احنا برضو لما نيجي نبص هنبص على ريجنز مختلفه، بس مش بس ريجنز، نبص على ريجنز وفاليوز. ماشي، انا هكتب لك التيبل الكبير، ممكن في الامتحان يجيب لك ايه يختصر منه حاجات، هكتب لك التيبل الكبير وانت بقى ايه شوف هو جايب لك ايه في الامتحان. فعشان اعبر عن الريجنز والارقام اللي في النص هقول انا اوميجا بتكون اقدم من واحد، دي ريجن لغايه لما توصل ان اوميجا بكام؟ واحد. بعد كده الاوميجا ممكن تزيد عن الواحد بس لغايه 10، لغايه لما توصل تبقى اوميجا بكام؟ ب 10. بعد كده اوميجا ممكن تبقى ايه؟ تبقى اكبر من 10. فدي كل الاحتمالات. ماشي؟ ترانسفير فانكشن عندنا ايه؟ 10 عندنا 1 على اس، 1 على اس بلس 10، 1 على اس بلس 1. ابروكسيميشن هنا بتاع الفيز ابسط بكتير. هنا عايز ارسم الرسمه الثانيه بتاعت الموديل. فالابروكسيميشن بتاع الفيز عباره عن بص اسمه، لو احنا هنمسك مثلا الواحد على اس بلس 10 برضه هيبقى لو عندك الاوميجا اقل من 10 اللي هي الرقم اللي موجود هنا، يبقى ساعتها الفيز شيفت بيساوي صفر. طيب لو عندك الاوميجا بتساوي 10 يبقى ساعتها الفيز شيفت بيساوي نيجاتيف 45. لو عندك الاوميجا اكبر من 10 يبقى ساعتها الفيز شيفت بيساوي نيجاتيف 90. جت منين؟ جت من ابروكسيميشن. نفس الفكره برضه، نفس الابروكسيميشن انك انت لما الرقم ده يكون صغير قوي فانت لما بتيجي تقلب الموضوع بيبقى تقريبا كله ريل، جزء ريل. فلما يبقى كله ريل يبقى الزاويه بتاعته كام؟ زيرو. لما الاوميجا بتوصل زي 10 بالظبط، الرقمين دول زي بعض بالظبط، فتقريبا الجزء ريل بيساوي جزء ايه؟ ماشي، الزاويه كام؟ 45 درجه. طب لما الرقم ده يزيد قوي الجزء الايماجينري تقريبا بقى هو الدولت، ما بقاش اصلا في جزء ريل، هيبقى السبب كام؟ 90 درجة. هو الكلام ده كونست صح؟ لو مثلا هي واحدة على اس بقت 20 مثلا، الاس مثلا بتبقى اصغر من 20 وبره ال 20 بس شيل تاني برضه. يعني مثلا واحد على اس زائد 5، اقول لو جزء اصغر من 5 بس شيل في 0. اه طبعا ده ابروكسيميشن يعني برضه. طب في درس من الرسمة فعلا في الاخر، لان الرسمة مختلفة شوية عن الايه؟ ابروكسيميشن. لا الكريتيكال بتاعك كام؟ زيرو. فانت اي حاجه اكبر من زيرو يبقى الفيز شيفت بتاعك كام؟ سالب 90. لغايه طبعا سالب 90 سالب 90 سالب 90 سالب 90 برضه سالب 90. طيب هنا زيرو لو زيرو قبل الواحد فانت اقل بكتير من 10 يبقى زيرو. ده زيرو. واحد برضه هيبقى زيرو. الواحد ل 10 برضه هيبقى بزيرو. عند ال 10 هيبقى كام؟ 45. وبعد كده هيبقى سالب 90. طب ده قبل هيبقى بزيرو، عند الرقم سالب 45، اي حاجه بعد كده سالب 90. تجمع بقى كل ايه؟ كل مع بعض. فتجمع هيبقى كام؟ سالب 90. سالب 90 كده هتبقى كام؟ 135.
هنا بكام؟ 180. هنا بكام؟ 35. هنا بكام؟ في اومجا هنا نعمل ايه بقى؟ نرسم الرسمه بتاعتها. نرسمها ازاي؟ مش عايز تلاقي، تعالى. مش عايز شخصين يتكلموا مع بعض. عند واحد وعند 10. قبل الواحد كان بكام؟ نيجاتيف 90. سالب. عند الواحد كان بكام؟ نيجاتيف 35. عندي نقطة هنا نيجاتيف 1 3 5. ما بين 1 و 10 كان كام؟ نيجاتيف 180. كده نيجاتيف 180. عند ال 10 كان بكام؟ نيجاتيف 25. نيجاتيف 225. فهنا كده عندي نقطة نيجاتيف 25. اخر نقطة او بعد العشر بقى كام؟ نيجاتيف 270. عايز ارسم الدايم بتاعك اسمه ازاي بقى؟ بقى في عندك خطوط وعندك نقط. حاول تعدي بالنقط وقرب. عندك خطوط وعندك نقط. حاول تعدي بالنقط وتقرب الخطوط. فنحاول ايه؟ انا اقرب هنا واعدي النقطه دي. واقرب كده واعدي النقطه دي. ايه عندك؟ المشاكل ادي بقى عايز تجيب الرقم بالظبط تعمل ايه؟ تعوض الجنرال رول بطريقه الرسم ديت وتعوض الاوميجات ما بين هنا. الحته دي شكلها كده ايه؟ غريب شويه. بتعوض الارقام في النص هنا عشان نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. مفهومه؟ لا مش عارف السكشن بالظبط. اللي انت حاولت تحل بيها في الكورس. لا ما حاولتش. انت بتقرب منها بس دي هي ما بتعديش. مش عديت عليه، انا عايز اقرب منه، انا عايز امشي جنبه. لا عادي لو ترفعه عادي مش مشكله، بس حاول اقرب بس يعني بحاول تعمل كده. بس انا مش هينفع لو واحد عايز طب هو الالف هرسم دي ولا ارسم الثانيه؟ ارسم الاسود ترسم الاحمر كايه؟ ده قريب بقى من الاكزاكت. انا وانا على المتجر بيطلع لي اسمه بيطلع دايما اكزاكت. هو عمره ما بيعمل ابروكسيميشن، هو بيرسم دايما بالجنرال. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب انت عرفت طريقه رسم الابروكسيميشن. عايزين بقى ناخد حاجه اخيره كده اللي هو الفيس مارشن والجيم مارشن. بالمناسبه مارشن والجيم مارشن بعد ما خلصت رسمت رسمتك رسمت واحد اثنين ركز معايا تعالى عندي هنا كبيرة اهوت مع الكوميجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندي الرسمة الثانية عندي الفيس جمع تعالى شفت رسمت الرسمة هنا مثلا شكلها عامل كده مثلا الثانيه شكلها عامل كده. رسمت رسمتين هتشوف يهمك اول الجيم هنا
شوف السيو لسه بالفيس ويهمك قوي الفيس شفت تشوف نيجاتيف 180 كيلو. طب ليه بشوفها؟ عشان هنعمل اتنين. هتشوف الزيرو بيقطع خط الجين عندك فين؟ بيقطع في النقطة دي. النقطة دي مهمة بالنسبة لك. بتشوف خط ال 180 بيقطع عندك الفيس فين؟ نيجاتيف 180. النقطة دي مهمة بالنسبة لك. من النقطة دي هتنزل بخط راسي. النقطة دي هتطلع بخط راسي. تمام؟ الجزء ده بنسميه جين مارجن. ايه الجين مارجن دوت؟ الديفينيشن بتاعه هو عبارة عن انت الجين عندك في السيستم عندك مثلا لو انت شغال عندك. نفترض السيستم بتاعك شغال عند فريكونس معينة. هل شغال عند فريكونس معينة نتيجة ايه؟ ان انت مثلا ديوب بس فكرة مثلا اس المحارة العشرة على اس اس النص واحد اس النص عشرة. ماشي؟ العشرة ده بتتحكي زي ما انت عايز. حط الرقم اللي انت عايز. ماشي؟ انت واحد بيصمم السيستم تختار اللي فوق دوت ب 10. واحد تاني خلاها ايه المشكلة في الموضوع ده؟ المشكلة في التاني كل ما بتغير الرقم ده كل ما الجين مارجن عندك هنا هيتغير. طب ايه الجين مارجن ده؟ الجين مارجن ده بيعبر انت قد ايه بعيد او قريب من انك تقلب من ستيبل اون ستيبل. مفهوم؟ طيب على نفس الفكرة هلاقي هنا تحت لو الخطين استوى على بعض هنقول دلوقتي مختار بس الخطين بعض عن بعض نفس الفكره بالظبط هيظهر لي هنا حاجه اسمها الفيز مارجن هو المسافه دي قد ايه مفهوم الجين مارجن لما يبقى فوق الزيرو لما انت بتقيس فوق الزيرو ده كده هيبقى ايه نيجاتيف نيجاتيف هيبقى بالنيجاتيف عندك لو انت تحت هنا لو الخط ده تحت الزيرو او انت بتقيس المسطره تحت الزيرو فبقى ايه؟ ايه المارجن عندك بالبوزيتيف. طيب اللي تحت هنا فيس شيفت واخد عكسه فانت لو بتقيس فوق هنا المسافه فوق هنا يبقى بالبوزيتيف لو بتقيس تحت هنا زي اللي موجود عندنا في الرسمه هنا هيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. وقاعده عامه الفيس شيفت والجين مارجن او الفيز مارجن والجين مارجن دايما بيكون لهم نفس الاشاره يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما ايه؟ الاثنين نيجاتيف يا اما في الحاله الوحيده ان الخطين انطبقوا على بعض بالشكل دوت ده زيرو ديسيبل ده نيجاتيف 180 على طول الفيز مارجن والجين مارجن الاثنين بكام؟ بزيرو. لان اصلا مفيش مسافه بزيرو. مفهوم؟ طيب السيستم بتاعك عشان يبقى ستيبل محتاجين الفيز مارجن والجين مارجن يكون ايه؟ طيب لو كان الاثنين بوزيتيف انت بعيد بشكل كافي عن الجيم اللي هيقدر يعمل لك انستابيلتي فانت لو زياده انت كده بعيد فلو الاثنين بوزيتيف يعني في الحاله مثلا اللي عندنا هنا دي الاثنين نيجاتيف يبقى السيستم عندي هنا ايه؟ انستابيلتي. طب عشان اخلي السيستم ده ستيبل محتاج اعمل ايه؟ اغير ال 10 ديت لغايه ما اخلي الجيم مارجن الجيم مارجن والفيز مارجن يقلبوا من نيجاتيف يبقوا ايه؟ يبقوا بوزيتيف. انت لما تغير الرقم بتاع 10 ده هتشفت الكيرف ده لفوق او تحت فتحركه زي ما انت عايز مفهوم؟ صح؟ لا ديسبلس والمارجن بيطلع بالديسبلس لما رسمت لك من فوق
ديسيبل فوق وتحت يبقى زاويه. في الامتحان نيجاتيف هنا معناها ايه؟ انت هتقيس بالمسطره المسافه دي قد ايه؟ طلعت مثلا دي ب 10 الجيم مارجن بكام؟ نيجاتيف 10 ديسيبل. السلوب بتاع الفيز بيبقى كده يعني اقل من اللي فوق اقل من ال حسب السيستم يعني لو قطع في اللي فوق من ناحيه اليمين بعد ال كده الاثنين اذا بصوا تحت والاثنين نيجاتيف نحاول ترسمها كده على الورق وهو اختار المطلع على النص في الثاني هو يعني ايه معنى ان الجيم مورجن يبقى بوزيتيف ونيجاتيف يعني ايه بوزيتيف يعني نيجاتيف ودي السي اصلا كريتيكال بالنسبه لي بص المشكلة كلها في ايه؟ المشكلة كلها في 180 درجة. ويبقى عندك سيستم ترانسفير فانكشن بتاعته بشكل عام. حلو؟ افترض ان انا واخد يونيتي فيدباك. لما انت بتاخد يونيتي فيدباك بتطرحه كده فانت بتعمل ايه؟ بتاخد من الاوتبوت سيجنال ما تاني عن الانبوت سيجنال لما دي كده نتيجه للتضحيه اللي هنا دي بتعمل فيس شيفت نتيجه التضحيه اللي هنا دي كده بتعمل فيس شيفت بمقدار 180 درجه حلو 180 درجه اللي انت بتعملها بعد 180 اللي هنا تخلي لك التوتال 160 درجه فالاثنين بيبقوا اثنين فيس مع بعض بيتحركوا مع بعض الانبوت يعني السيجنال اللي انت جايبها من هنا والسيجنال اللي انت جايبها من هنا بيبقوا اثنين فيس مع بعض لو ده ما حصلش حصل الاثنين بقى اوت اوف فيز وفي نفس الوقت عندك جين مارجن النيجاتيف ده بيعمل لك نفس التفكير في السيستم بيخلي الاوت اوف فيز تو سيجنالز اوت اوف فيز مع بعض والجين ما بينهم النيجاتيف بيخلي السيجنالز نفسها تبقى ناقص
ريفرجنس مع الوقت بتلم مع بعضها بتلم مع بعضها الماجنيتيود بتاعها بيزيد. بتلاقي اللي مع الوقت اكسبانسر ليه؟ كل ما بعدت عن 180 ديت كل ما كان السيستم ستيبل اكتر وذين السيف ليمتس. مش كده؟ بيسموا جيم مارجن فيز مارجن. انت مش ستيبل وانستيبل بس لا انت قد ايه قريب من الاستابيلتي اسمها ريلاتيف استابيلتي. دي كده مش بس استابيلتي دي ريلاتيف استابيلتي. لما واحد يصلي من سيستم مثلا الجيم مارجن بتاعه 10 ديسبل واحد يصلي من سيستم تاني 20 ديسبل الجيم مارجن بتاعه 20 بس ستيبل اكتر معرض اكتر من 20 ديسبل ده معرض ان هو يكون انستيبل اقل بكتير من ال 10 فده كده سيستم سيف اكتر. بس طبعا دي تريد اوف بيبقى صدى بيتخلى على الشركه. ماشي حلو قوي. هو عند الصفر دي كده الصفر هنا كده الصفر اللي كده يبقى انت زيرو. ما انت كده على كريتيكال الصفر. انت كده اي تشينج ان فريكوانسي ممكن يبوظ لك الدنيا خالص. حد عنده سؤال تاني؟